أوه لا، هذه كانت عملتي الأخيرة. أنا أستمتع بوقتي حقا هنا في صالة ألعاب جاس. ليت المرح لا ينتهي أبدا. الجنية الصغيرة حققت أمنيتي وأحضرت المزيد من العملات. الآن ولمدة محدودة في صالة جاس. احصلوا على 20 عملة مجانية. قاطع. آسفة جميعا، استراحة. هذا مضحك جدا، لكن المخرجة لا تريد أن تراك تخرجين عن النص. السر أن تكوني ظريفة واحترافية. حسنا، إذا بخصوص أختك ليلي. أعرف وكنت أخبرها. بالعكس، تعجبني رؤيتها تخرج عن النص. ماذا؟ حسناً، في الواقع لقد كنت أفكر في تقصير جملك كي نستطيع رؤية الجنية الصغيرة أسرع. لها من فكرة رائعة جداً. حسناً، لقد ابتكرت ماضياً لشخصيتي. ما رأيك في ابنة عائلة ثرية والتي يجب أن تأكل الكافيار، لكنها تفضل أكل شطيرة الدبل باتش؟ حذفنا دورك، ليلي ستقوم ببطولة الإعلان. أظننا متفقتين. أنستا لولا، قد تم تصعيدك. تهانينا، سنراك في مقابلة غد. إيه، نجحت يا سيد سبرينكلز. سأكون أظرف أطفال متجر راينينجر، وبالتأكيد سينسى الجميع. ليلي، ليلي، لوري، ماذا تفعلان هنا؟ هل تشتريان الأشرطة مثلي؟ فأنا لم أقم بأي تجربة أداء. ليلي فعلت، وستكون أظرف أطفال المتجر. اتصلوا من المتجر وطلبوها شخصياً. طلبوها شخصياً؟ بالتأكيد. فلقد انتشرت سمعتها في أرجاء البلدة بأكملها، لذلك فهي ستكون المتسابقة النهائية الأخرى. المتسابقة النهائية؟ انظروا لها وهي تخطط لخطواتها التالية لتهزمني. إذا فازت بهذه المسابقة ستنتهي فرصي في هذا المجال. يجب علي أن أهزم ليلي، لكن كيف؟ كل ما تفعله مثير للإعجاب. حسناً، ليس كل شيء. يا لوري، هل أستعير هاتفك في البيت؟ سأصور تجربة أدائي، أعني لكي أتدرب. رائعة حقا. أهلاً يا سيدة كارمايكل، لقد وصلنا أنا وليلي للمقابلة الثانية. يا خبر، كدت أن أنسى. قبل تجربة الأداء يجب أن تشاهدي المقطع الموجود هنا، فقد تجدينه. كيف أصيغ الأمر؟ غير الظريف. حسناً، وداعاً. حظاً طيباً يا ليلي، فلتفز الأخت الأظرف اليوم. ليس الآن، فأنا أضبط مساحيقي. ما هذا؟ هذا نحن. مهلاً، أنت لا تريدين أن تنافسيني قط، فقط أردت أن نستمتع بوقتنا، هذا صحيح؟ يجب أن أسترد مشغل القرص. لكنك أعطيتني إياه. كدت أن أرتكب خطأ شديدا، ولذلك هل تعيدينه لي؟ أخشى أنني لن أفعل هذا. سنختار الطفل المناسب لوجه متجر راينينجرز، لذا نضع كل شيء في الحسبان، وهذا يشمل محتوى هذا المشغل. هاته. اسمع يا لولا، أنا أحذرك الآن. لولا لاود، أنت مستبعدة من المسابقة. سأتقبل ذلك. تهانينا يا ليلي، أنت أظرف أطفال متجر راينينجرز. ها. أسف
آسف على الدجاجة المطاطية في حقيبة الطعام. أرجوك أقبل هذا العصير المجاني و... بيني، تعال الآن إلى غرفة العاملين. أنا آسف جدا. يجب أن تطرد لوان، إنها أسوأ موظفة لدينا هنا. تحتاج للمزيد من التدريب. إنها تعطي مخلفات مزيفة للزبائن. إذن ما الموضوع؟ الأمر أنا عندي لك مهمة بالخارج. أريدك أن تنظفي القمامة. ليست مهمة لطيفة، لكن ستشمين الهواء. ربما ليس أفضل هواء. سأتركك للعمل. بيني، فخور بطردك للوان. هذا يثبت أن لديك عزيمة. شكراً. كان مأساوياً، ولكنها رحلت. جيد. انتهيت منها. صدقني، الأمر أسهل من تنظيف لانا بعد بقائها في منزل الكلب. إذن، هل يمكنني أن أدخل؟ ليس بعد، لأنني أريدك أن توصلي الطلبية إلى هيزل تاكي. مفاجأة، ستعملين بالتوصيل. لم أعمل بتوصيل الطلبات، وليس لدينا سيارة. لدينا، فقط خذي دراجتك. إنها 10 أميال. الضعف بدون الطريق السريع، الاحتياط واجب. تفضل العنوان. أهلاً، العمة كيرت، تهانيئي، لقد فزت بشتيرة برجر بالجبن، مقدمة من المطعم وفي الطريق إليك. لقد عدت. لنتخلص من العلكة أثناء حديثنا. لماذا عدت بسرعة؟ قابلت ليني والتي كانت ستذهب لحفل بهيزل تاكي وعرضت علي أن توصل الطلبية. هذا لطيف بالفعل. ومناسب لأن لدي توصيلة أخرى لك. هذه المرة من أجل رجل في المجمع لديه شعر أزرق وحاجب واحد ويركب حصاما. واو، من السهل إيجاده. لا أتمنى هذا. لماذا عدت؟ أعني لوان، عدت. مرحى، وجدت الرجل بالشعر الأزرق، كان بالخارج. حقا؟ لكن يا بني، هل يمكن أن أبقى في الداخل؟ يعني أن الغرض من عملنا معا هو أن نبقى معا. بالطبع، لما لا نعمل في المبرد؟ فلتبدأي وسألحق بك. بني، ما الذي يحدث؟ أخرجني. أهلا أوتس. أخرجني من هنا. غريب، سمعت لوان. المهم، من فضلك، أحتاج أصابع السمك. لن أسمح بهذا. لما لا؟ هناك هجوم فئران، استحوذوا على أصابع السمك، لندعهم يأخذوها، لا نريد مشاكل. ليس مجددا. ابتعد يا بني، بصفة المدير سوف أتصرف. تبدو ضخمة، سأتصرف. بني، أحضر هراوتي. لوان، ماذا تفعلين هنا؟ بني قد طردك. ماذا؟ بني لم يطردني. لحظة، من المفترض أن تطردني؟ آسف لأنني كذبت، أنا لم أستطع فعلها. لم أرد أن أضايق لوان، لذا جعلتها تلف في دوائر أملاً ألا تنتبه. ولوان، أنا آسف، لكن مع مخلفات الكلب وبقية الأشياء تصرفاتك لا ترتقي لأخلاقيات الخبز الذهبي. سوف نضطر لطردك للأسف. أعرف الآن أنك ستتركينني ثم تبكين وترحلين. بني، لن أتركك لأنك طردتني. أفهم الأمر، آسفة لطريقة تصرفي. كنت أحاول أن أستمتع معك في العمل، لكن يبدو أنني تحمست قليلا. قليلا؟ قالت قليلا. هذا مريح جدا. كلايد، لو أعطينا تشاندلر كل شيء قد يدعونا إلى حفل المجاري. رائع، لديك خطة. هذا صحيح. هل كان هذا في أنفك؟ انتهت اللعبة، أدخل عملة لتواصل اللعب. خسارة. تشاندلر، أتحتاج لهذه؟ شكراً لاري، سأحضر بعض المشروبات. تفضل، سأعطيك أي شيء للحصول على وظيفة. مرحبا. إيه، أنتما رائعان، أتدري؟ سأقيم حفل مولدي. عيد مولدك؟ لم أكن أعرف. لم أعرف أنك ستحتفل به في مرفق الصرف الصحي.
أعني آخر الأسبوع. كلايد، لما لا ندع تشاندلر يكمل حديثه؟ أجل، هذا صحيح. سأحضر لكم دعوتين، سوف أراكم غدا. أراكم بعد المدرسة؟ أجل، لا بأس، وداعا. سنذهب إلى الحفل، سنذهب إلى الحفل، سنذهب. لقد أتى، تجاهله. التجاهل اسم الثاني. تشاندلر صديقي، كيف الحال؟ أي مرحبا، ألديك عملات؟ ماذا؟ أجل أجل. شكرا. أين الدعوات؟ لقد نسيها غالبا، إنه مشغول البال بتنظيم حفل المجاري. اسمعاه، كدت أنسى. إنني أشعر بالعطش، أطلب لنا مشروبا. ما الذي يفعله؟ اصبر يا كلايد، سنحصل على الدعوات، أنا متأكد. هيا لاري، أيمكنني الحصول على المشروبات؟ آسفة لينكن، تلقيت إنذاراً لهذا، لا أريد تعرض للمشاكل. فهمت، أعرف هذا المدير، أتذكر صعوبته حين حدثته بشأن تعيينك. آسف للتأخير، فلقد تعطلت الآلة. هل تعرفون أن الفوضى تعم هذا المكان؟ أجل، شكراً لاري. أنت، كدت أنسى. أين البيتزا؟ باللحم والسلامي، شكراً وداعاً. بالتأكيد، لا مشكلة. لا، بل هي مشكلة، إن البيتزا تفوق قدرتي يا لينكن. أعرف، آسف، لو تعلمي صعوبة الحصول على وظيفة لك. ستقوم بهذا؟ بماذا ها؟ لقد جاءت البيتزا. أنت تشاندلر، هل أستطيع دعوتك على الغداء؟ شكرا. ألم تنسى شيئا؟ القليل من الفلفل. رائع لاود، وداعا. أوه، كدت أنسى. أجل، تريد بعض المايونيز؟ لا، هذه. أجل، تذكر أن تحضر هدية لعيد مولدي. سنذهب إلى الحاف، سنذهب إلى الحاف. مرحبا، مستعدة للرقص؟ لماذا لم ترتدي ملابسك؟ أنا لن أذهب إلى الحفل، أمرني مديري بالعمل الليلة لدفع كل ما أخذته. بدلا من شعرية البحر سيكون جبن الموتزاريلا بأظافري. شكرا لك يا لينكن. لا 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 لا، نجوت بإعجوبة. كلايد، ماذا ترتدي؟ هذه هي الطريقة الوحيدة ليسمح لوالدي بزيارة الصرف الصحي، هل فهم؟ أمستعد للاستمتاع بليلة رائعة؟ أجل، مستعد. لاود، للعمل، لقد حان الآن وقت التنظيف. ذاهب. الوحش، أعني تبدين رائعة. أعرف ذلك أخي الصغير، شكرا لإقناعك للمدير بأخذ مكاني. كان علي ذلك، لقد حصلت على دعوة الحفل الراقص بسببك. يؤسفني أنك لن تذهب إلى الحفل. لا بأس، إنه ليس صديقي فعلا، لقد استغلني كما كنت أستغلك. أتمنى لك وقتا رائعا. شكرا لينكن. بوبي هنا؟